على الجول التاني بقى. مش جاهز ولا جاهز؟ اهو الجول التاني ماشي. اسامه كان الجول التاني برضو نفس الشيء. بص خليه يقف، خليه يقف. اقف لا يرجع تاني من الاول. ممكن نرجع تاني بعد اذنك اسامه، وخلينا بس واقفين. لا خلينا بس واقفين. ايوه ماشي. نفس الكلام اللي علاء اتكلم فيه في الهدف الاولاني واحنا قلناه قبل الماتش. قلنا الفرق دي ما عندهاش وعي خططي في التمركز السليم في الوقفات الدفاعيه بتاعتهم، بالذات في الوقفات الدفاعيه. هم بيبقوا بيهاجموا لكن في عشوائيه في خط في الدفاع عامه. أيوة. مفيش تنظيم. فانت لما تشوف المنظر ده اصلا قبل معلي معلول يستلم، انت شايف احمد ياسر ريان لو اتعطت له من فوق السردباك ده جون. لو اعتقد ده بيكهام اللي جاي من ناحيه اليمين، لو قطع كده اتلعبت له جون. يعني وقفاتهم مش مظبوطه. بص الراجل اللي فاتح على الجنب ده رقم اعتقد 6 اللي هو اخر واحد من الازرق. أيه. ده المفروض يبقى ضامم لجوه، وال15 ده يبقى ضامم لجوه. مظبوط. فهم عندهم الوعي الخططي. وخلي بالك كابتن اسامه، احنا بنتكلم من بدايه المباراه كده. يعني الجول اللي اتكلم فيه كابتن علاء، جول طاهر جه في الدقيقه 13. ايوه يعني في بدايه المباراه. وغير كده ايمن، مش بس من بدايه المباراه، احنا قلنا من المباراه الاولى. أيوة بالظبط. ممكن تلاقيهم واقفين متكتلين في جزء، وواحد لوحده مغطي مثلا 5، وهو وفي 4 من النادي الاهلي جوه ال 18. أيوة. فتلعبت طبعا ناحيه الشمال كويس قوي لعلي معلول. وعلي معلول بقى يعني انا يمكن قلتها في الشوط الاولاني بعد انا بقول عليه ايه الجراح. انا بتكلم على الجراح إيه؟ لانه الجراح بيخش في حتت دقيقه جدا، بيبقى عنده اتقان غير طبيعي. أيوة. فعلي معلول اكتر لعيب في فرقه النادي الاهلي لما بيخش جوه ال 18 عنده اتقان انه يحط الواحد تحت، انه يعملها على القائم الاولاني، انه يشيلها لفوق للقائم الثاني. فدي بكل ذكاء لعب الكره لتحت الوليد سليمان اللي جاي فاضي. يعني علي معلول على طول ده عنده. طبعا وليد بخبره السنين وراجل هداف حطها ممكن تجيبها تاني. معلش انا بص يعني عايزك تبص على علي معلول والرؤيه بتاعته وهو شايف وليد ولعبها له قدامه على اساس ان وليد بس يحط بطن رجله. هو واثق في وليد. مظبوط. وعارف ان وليد هيتصرف فيها كده. انا بقول لك علي معلول حتى لما طلع الشوط الثاني الحاجات دي قلت في النادي الاهلي. مظبوط. فبص هو اتحرك وشايف، وبعدين ما بيعملش اي حاجه. بص هو حاطط لوليد ببساطه لتحت عكس كل الاربعه الزرق اللي هم رايحين على 6 يارد. مظبوط. فحطها بسهوله. طبعا وليد برؤيه جيده جدا وخبره كبيره. صحيح. حطها على شمال الحارس. فالموقف ده كان يتكرر كتير جدا بسهوله، والنادي الاهلي كان ممكن يضيف اهداف تاني كتير قوي يعني. صحيح.